السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم لعبة أدفنشر على جهاز أتاري 2600. تم إنتاج هذه اللعبة عام 1979. بسم الله. الآن ماسك مفتاح، أنت مفتاح أصفر، تحاول تفتح البيبان الصفراء. أيوه، عندنا هو هذا، أحسنت. بعدين أدخل أروح أدور. متاهات هذه، طب من هنا من البداية هو بس. قالهم الحين بيبان ذول، هذا جسر هذا ولا ايش؟ أيوة، واو، مفتاح أسود، يا سلام. ايوه هنا شكله. افتح افتح، ما فتح قال الله. ويب كذا نكون خلصنا من لعبة أدفنشر. كان معكم رامي الكثيري، شكرا للمتابعة.